مرحبا بكم مع حكيمة العاصمة. كما راكو تشوفوا الطابله اللي رانا اليوم يعني في وليمه، جينا نهنوا البنت اختي على السكنه نتاعها، مبروك عليها ان شاء الله عتبه مربوحه. واليوم شكون راهو معنا حاضر في هذه العرضه؟ راهو حاضر معنا الممثل القدير عبد العزيز قرده، والاخ يعني الكريم والكبير تاع العائله تاعنا. واليوم حب يهضر معاكم ويقول لكم، هو تاني النهار تاع اليوم جاي يهني البنت اخته ويعطي الكلمه ويقولنا ولو فرحان مع هذه القعده تاع نهار اليوم. على كل حال السلام عليكم، ونقول لكم يعني انا فرحان كثير ومسرور بالضيافه هذه تاع اليوم، لان بالنسبه لي بنت اختي حصلت على شقه، وهذا يعني فرح كبير ليا. ونقول لها مبروك عليك، وان شاء الله تكون عتبه مربوحه ليك ولعائلتك ولولادك ان شاء الله. بارك الله ان شاء الله. واليوم ماشي غير خويا اللي هو حاضر معنا، رانا حاضرين الخواتات جاوا يباركوا لها بالعتبه تاعها. ونقول لكم عتبه ما شاء الله، وان شاء الله كل محتاج ان شاء الله ربي يرزقه بعتبه، يعني العتبه حاجه كبيره هي قبر الدنيا. ان شاء الله كل واحد ربي يفتحها عليه دنيا واخرى. وان شاء الله نقول لكم يعني حبيت ندير لكم ان بتي باساج باش تشوفوا حكيمه بنت العاصمه اليوم راح تهني البنت خوتها. ونقول لكم نتلاقاو غير في الخير وفي امان الله. وي واش منصر خطيني اليوم يا خواتاتي، ما يحبوش يعني يبانوا. قلت لكم رانا في العرضه، يعني هاد العرضه تاع نهار اليوم عرضه كبيره كما تعرفوا، السكنه حاجه عزيزه بالبزاف. واليوم جينا نباركوا البنت اختي ونقولوا لها عتبه مربوحه، وان شاء الله كل واحد ربي يفرج عليها. خويا الحلوه نقول لكم يحبها بزاف القنيدلات، كما تعرفوا القنيدلات ناس العاصمه بزاف يحبوهم، وانا اليوم بنت اختي القنيدلات راهم حاضرين في الطابله وراه ياكل، حبه يقسمها معاكم وتشوفوا يعني القنيدلات على نهار اليوم. القنيدلات اللي هضرت عليها ايفيكتيفمون، انا نحب القنيدلات ونحب كاع الكاطو تراديسيونيل الجيريا اون بارتيكولي الجيروا. دونك رحنا كلها بالصحه ولهنا، لان راني نشوف فيها وغيرتني وماذا بها لو كان ناكلها درك. سي سكو جي مي فيه. بسم الله. طبعا قالكم بنينه بزاف كما تعرفوا القنيدلات ناس العاصمه يحضروهم بزاف، وهي عجبات ما شافوا ولا عجباتهم، قالكم بنينه يعني الله يبارك. هي عجبتني بالبزاف كاع. اي بصح.